بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنكمل مع بعض الليسن 1 شابتر 1 في يونت 4. كنا وقفنا لحد فكره الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس، وقلنا ان التغيير اللي هيحصل في الدلتا اي بالنسبه للسيستم هيقابله في نفس القيمه، بس طبعا بالنيجاتيف الدلتا اي سراوندنج. وكنا شرحنا بعد كده الهيت والتمبريتشر، وقلنا ان كل ما التمبريتشر تزيد الكاينيتك انرجي بتزيد. وكان اخر حاجه كلمنا عنها هي الكالوري والجول، وقلنا يعني ايه كالوري. كالوري هي عباره عن الاماونت اوف هيت او الكوانتيتي اوف هيت تو ريز ذا تمبريتشر اوف 1 جرام اوف ووتر. وحددنا هنا الووتر عشان دي ما قلناهاش في الفيديو اللي فات، ركز معايا. حددنا هنا الووتر لان في المره اللي فاتت اتكلمنا عن الكالوري وعن الجول، والكالوري ده كوانتي اوف هيت تو ريز عشان نزود ذا تمبريتشر اوف 1 جرام اوف ووتر باي 1 سيلسيوس. وال1 جول كاكزامبل، يعني هو هنا ال15 16 دي كاكزامبل يعني. طيب الجول اتس كوانتيتي اوف هيت نيدد تو ريز ذا تمبريتشر اوف 1 جرام اوف ووتر تو ا واي 1 اوفر 4.184. النقطة الرابعة اللي هنتكلم عنها في الجزئية دي، طبعا احنا كنا قلنا اربع حاجات هنتكلم عنهم. النقطه الرابعه هي السبيسيفيك هيت. السبيسيفيك هيت هنا بالظبط زي الكالوري وزي الجول. يعني انت لما كنا بنتكلم على الجول كنا بنقول ان انت مطلوب كام هيت، محتاج كميه قد ايه من الهيت عشان تزود ال1 جرام اوف ووتر. انا هنا نفس الكلام، انا من هنا برضو السبيسيفيك هيت دي هي برضو heat quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of substance. هنا احنا سيبنا الموضوع مطلق، يعني انا لو كنت بكلمك عن الووتر، لو بقولك 1 gram of water يبقى انا قصدي كالوري او جول. انما لو انا سبت لك الموضوع مفتوح كده وقلت لك 1 gram of substance وسبتها لك مفتوحة، يبقى انا بكلمك هنا عن specific heat. والسبيسيفيك هيت رمزها سي سمول، ماشي. ونفس الفكره بالظبط اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده. واليونت بتاعت السبيسيفيك هيت هي جول بير جرام باي سيلسيوس ديجري. مهم قوي تكون عارف اليونت دي. وبيقول لك بقى تعالى نتعرف على السبيسيفيك هيت بتاعت شويه حاجات. يعني مثلا الكوبر السبيسيفيك هيت بتاعته، يعني ايه بقى سبيسيفيك هيت بتاعت الكبر؟ 0.0 او 0.03. السبيسيفيك هيت لما اقول لك ذا كبر هاز سبيسيفيك هيت 0.385، معنى كده ان ذا اماونت اوف هيت، ذا كوانتيتي اوف هيت نيدد تو ريز 1 جرام اوف كبر، شوف بقى انا هنا ايه، هشيل كلمه سبستنس واحط كبر، از 0.385. طيب لو قلت لك ايه معنى ان السبيسيفيك هيت بتاعه الكربون كذا، انك عشان تزود 1 جرام اوف كربون 1 سيلسيوس ديجري، عشان تزوده 1 سيلسيوس ديجري انت بتحتاج القيمه دي، ماشي يا شباب. طيب بنفس الفكره هنا consequently بيقول لي it's concluded that، هو بيشرح لي بقى الايه الحاجات دي، انك انت لو خدت بالك ان كل ماتر او كل سبستانس ليها السبيسيفيك هيت بتاعتها. يعني الكوبر غير الايرون غير الكربون غير الالومنيوم، بيقول لنا سبيسيفيك هيت از ا كاركترستيك بروبرتي. كاركترستيك بروبرتي يعني صفه مميزه فور سبستانس، بيكوز سبيسيفيك هيت از كونستانت فاليو فور سبستانس. كل ماده ليها السبيسيفيك هيت بتاعتها، بات ات ديفر فروم وان سبستانس تو انذر. يبقى اول معلومه ان انت لو عندك 1 جرام اوف اني سبستنس وعاوز تعرف ايه الاماونت اوف انرجي نيدد تو ريز ات 1 سيلسيوس ديجري، عشان تزودها 1 سيلسيوس ديجري، ساعتها انت بتتكلم عن سبيسيفيك هيت. والسبيسيفيك هيت دي سبيشال كاركترستيك او حاجه مميزه او كاركترستيك بروبرتي، صفه مميزه جدا ل اني سبستنس، وكل سبستنس مختلفه عن الثانيه. الكبر غير الكربون غير الالومنيوم غير الجولد وهكذا. طب ايه تاني؟ المعلومه المهمه بقى التانيه، بيقول لي ان السبيسيفيك هيت اوف ووتر از هاير ذان اوف اذر سبستانسز. ال
ووتر عاليه جدا في السبيسيفيك هيت بتاعتها. Because the quantity of heat required, كمية الهيت اللي انت محتاجها to raise the temperature of 1 gram of water by 1 Celsius degree is higher than that of other substance. ماشي؟ طيب. The specific heat of substance differ according to the physical state. السبيسيفيك هيت مختلفه بناء على الفيزيكال ستيت. يعني ايه؟ يعني انا لو الحاجه اللي قدام، لو انا مثلا عندي كبر، الكبر ده درجه حرارته 60، عاوز اخليه 61، مش دي كده السبيسيفيك هيت؟ تفرق بقى لو كان سوليد ولا ليكويد. يعني لو كان الكبر ده سوليد ماشي هحتاج طاقه قد كده، طب لو كان ليكويد وعاوز ازوده درجه حراره هيحتاج طاقه مختلفه. فاهم الفكره؟ طيب هنبتدي نتكلم على حاجة اسمها calculation of the quantity of heat، ودي بقى نقطة أنا عاوزك تصحصح لي بقى كده وتصحصحي لي عشان نتكلم عن الموضوع ده. حساب كمية الهيت اللي هي specific heat. أنا لو عندي سيستم والسيستم ده درجة حرارته قليلة، كوباية مية ساقعة مثلا، كوباية المية الساقعة دي بالنسبة للمحيط بيها أقل ولا أكتر؟ أقل. والمحيط بيها أكتر. يعني مثلا أنت في الصيف، نفترض إن إحنا في الصيف الجو حر والدنيا يعني درجة حرارتها عالية جدا، وطلعت من التلاجة إزازة مية ساقعة، إزازة المية الساقعة دي هي السيستم، صح ولا لأ؟ مش البوتل دي هي السيستم. هي السيستم. طيب أنا عندي هنا هو مثلا لو جيب بصيت هلاقي إن ده مثلا دي كده الإيه، دي كده الإيه، دي كده السيستم، صح ولا لأ؟ اللي جوه ده كله الإيه، السيستم. طيب لو السيستم ده كولد ساعتها هو هيدي حراره للي بره، هيدي للسراوندنج، ولا هياخد الحراره؟ لو مثلا دي كانت تلج، طب ما هي تلج هتبتدي تاخد هيت من اللي حواليها من السراوندنج، هتاخد الهيت وتبتدي تسيح، صح ولا لا؟ وبالتالي في الحاله دي السراوندنج درجه حرارته بتبقى اكتر من السيستم. المحيط بالمية الساقعه دي، المحيط بإزازة المية الساقعه دي كان درجة حرارته اعلى من المية الساقعه، وبالتالي عمال يديها ايه؟ عمال يديها انرجي. بنسمي الحكاية دي في الكيمستري بنسميها اندوثيرميك. يعني ايه اندوثيرميك؟ اندوثيرميك يعني ان السيستم ياخد حرارة من اللي بره. يعني كان عندي كوبايه تلج، كوبايه التلج دي هي السيستم، فضلت تاخد هيت من السراوندنج المحيط بالسيستم وساحت. طب ده ليه؟ لان السراوندنج لو سميناها تي سراوندنج كانت اعلى من التي سيستم، درجه حراره السراوندنج اعلى من درجة حرارة السيستم، فالسهم داخل لجوه لأن أنا عمال أدي هيت للسيستم. والإشارة هنا بتقول إن التي سراوندنج أكتر من التي سيستم. طب العكس بقى، تعال نعكس الموضوع. تعال نتكلم على إن لو الكوباية دي سخنة جدا، أنا دلوقتي قاعد حاطط جوه التست تيوب دي، ما هو اللي بالأزرق دي حاطط جواها مية بتغلي، مية سخنة جدا، وبالتالي السيستم هوت، فيري هوت. هو هيدي هيت ساعتها، هيدي هيت للايه؟ للسراوندنج. سراوندنج يعني ايه؟ سراوندنج يعني المحيط، المحيط بالايه؟ بالبيكر او التست تيوب دي. ساعتها الهيت هتخرج، صح ولا لا؟ الهيت عماله ايه؟ تخرج، لان التي سراوندنج، سوري، لان التي سيستم، لان السيستم اللي معايا درجه حرارته اعلى بكتير، مور ذان سراوندنج. وبنسمي الحكايه دي ساعتها اكسو ثيرميك، اكسو ايه؟ ثيرميك. يبقى انا عندي حاجتين، اندو واكسو.
اندوثيرميك لما السيستم ياخد هيت، اكسوثيرميك لما السيستم يطلع هيت. اقول تاني، اندوثيرميك لما السيستم بيشفط الحراره، ميه ساقعه متلجه فعماله تاخد الحراره اللي حواليها وتسيح. انما الاكسوثيرميك، اكسو بيطلع بايه، بيصدر اكسبورت جاي من اكسو، بيطلع هيت، فبنسميه اكسو ثيرميك بروسيسس. طب تعالى نشرح الموضوع ده اكتر بشكل، يعني هو عاوز يقول لنا ايه في الدرس. بيقول لي ان الاندوثيرميك، بيقول لي ان ويتش اللي فيه هيت ترانسفير، الهيت بتمشي منين اللي فين بقى، من بره لجوه، من السراوندنج للسيستم. الاندوثيرميك، انا شغال في الاندوثيرميك دلوقتي، يقول لي from the surrounding of system، sorry from surrounding to system، من السراوندنج للسيستم، من بره لجوه، which lead to dropping of temperature of a of surrounding. تلاقي ان الهيت عماله تخرج، سوري تيجي من بره لجوه، فالدرجه الحراره اللي بره عماله تقل واللي جوه عماله تزيد. ماشي، يبقى التي surrounding بتنزل في درجه الحراره، و and raising او rising of the system of TA T system، لحد ما الاثنين يبقوا قد بعض. طيب الاكسوثيرميك، الاكسو عمال ايه، عمال السيستم يقل، dropping of system and rising of a of surrounding، والايه والسراوندنج عمال يزيد. فيقول لي هنا in which اللي فيها heat transfer from system to surrounding، من السيستم للايه للسراوندنج، which lead to rising the temperature of surrounding، درجه حراره surrounding بتزيد، with system and dropping of temperature of a of system until both of them become equal، او both temperature a become equal. T system هتساوي T a surrounding، خلاص T s y s d system و s u r surrounding، خلاص. وان the quantity of heat absorbed or raised is directly proportional to the difference. ومن هنا يا شباب بدأ يظهر لنا قانون. القانون ده بيشرح لنا ازاي ان احنا هنحسب الكمية بتاعت الطاقة اللي خرجت او اللي دخلت. اقول تاني، احنا هنا قدام قانون جديد. القانون ده او الرول دي او اللو ده احنا هنستخدمه عشان نحسب ايه، علشان نحسب حاجة اسمها كيو. ثواني، هنستخدمه عشان نحسب حاجه اسمها ايه، كيو، كيو اي كيو بي. ايه الكيو دي؟ اللي هي quantity of heat measured in او at constant pressure، بنديها رمز كيو بي عشان constant pressure يعني، بس كيو يعني quantity والبي يعني pressure. المهم انت هي اسمها كيو، فاحنا عايزين نحسب quantity of heat. طيب الكوانتي اوف هيت دي هتساوي ايه؟ طبعا هي مرتبطه بايه، مرتبطه بالماس، فهندي للرمز ام. ماس بتاعت ايه؟ الماس بتاعت الحاجه اللي انت هتحسبها. يعني انا مثلا بحسب، مثلا عندي تيست تيوب، عندي انبوبه اختبار او بيكر يعني كوبايه وفيها ميه، الميه دي الماس بتاعتها قد ايه؟ ما انا بحسب كوانتي اوف هيت، فكوانتي اوف هيت مرتبطه بالماس. طب مرتبطه بايه تاني عشان اعرف كميه الهيت اللي طالعه واللي خارجه وكده؟ مرتبطه بايه تاني؟ مرتبطه بالسبيسيفيك هيت اللي هي السي، السي دي بتاعت السبيسيفيك ايه، هيت. طب مرتبطه بايه تاني؟ مرتبطه بالتشينج في التمبريتشر جواها اللي هو هنسميه دلتا تي، وهنديها تي كابيتال. يبقى انا عندي قانون، القانون ده بيقول ايه؟ ان كيو بي ايكوال ام تايم سي تايم دلتا تي. الكيو دي اللي هي ايه؟ كوانتيتي، والام الماس، السي سبيسيفيك هيت، والتي تشينج ان تمبريتشر. تعال نقرا بس القانون وبعدين نرجع نشتغل عليه شويه. فبيقول لي هنا ايه؟ ان كيو بي ايكوال ام تايم سي تايم دلتا تي. ايه هي الكيو؟ الكيو دي عباره عن كوانتيتي اوف هيت ميجرد باي كونستانت او ات كونستانت بريشر، انما الام هي الماس، سي سبيسيفيك هيت، والتي هي الدلتا تي، سوري التي الدلتا تي هي التشينج ان تمبريتشر. اليونت بتاعت الكوانتيتي مهم جدا، عشان لما تيجي في مساله وتحسب لك الكوانتيتي اللي هي الكيو تحسبها لي بالجول، خلاص تحسب بالايه، بالجول. الام بتتحسب بالجرام، السبيسيفيك هيت بتتحسب بالجول بير جرام باي سيلسيوس ديجري،
والدلتا تي بتتحسب بالسلازيوس. خلاص. طيب نفترض انا في مساله وقلت لك احسب لي كيو، خلاص ادي كيو، هتروح تحسب لي الام والسي والدلتا تي وتعملهم تايم بعض. لو انا قلت لك احسب لي بقى السي، طيب السي لو انت حابب تحسبها هتقول لي كيو والام والدلتا تي هيروحوا الناحيه الثانيه طبعا ايه بالديفايد، صح ولا لا؟ فهينزلوا تحت هنا، يبقى السي ايكوال ايه؟ السي ايكوال كيو، السي اللي انت عاوز تحسبها دي ايكوال كيو اوفر ام تايم دلتا تي. طبعا انتوا عارفين الكلام ده في الماث، مش محتاج ان انا اتكلم عنه يعني. الام لو انا عاوز احسبها خلاص هتبقى كيو وهنزل الايه السي والدلتا تي، ده لو انا عاوز احسب الايه الام. طب لو انا عاوز احسب الدلتا تي خلاص يبقى الكيو زي ما هي برضو فوق وهنزل الام والسي. خلاص يا شباب، وخد بالك ان الدلتا تي بتتحسب، الدلتا تي دي هي عباره عن تي 1 ماينس تي 2. الدلتا تي دي هنتدرب عليها لسه يعني. التي 1 ايه هي؟ الانيشال، والتي 2 هي ايه؟ الفاينل. خلاص هنشوف ده كله في المسائل ان شاء الله. هاخد مساله وهنكمل في البارت اللي جاي. المساله الاولى بتقول لك ايه؟ كالكوليت ذا كوانتيتي اوف هيت، عاوز كيو اكسبريسد ان جول، يعني عاوزها بالجول. required to raise temperature from 100 sorry temperature of 100 gram of water by 21.5 celsius degree. هو الراجل مريحها خالص وبيقول لك احسب لي الكيو. طيب ادي الكيو ايكوال ام دوت او باي سي باي دلتا تي، ادي الكيو ايكوال 100 خلاص. طيب باي سي اللي هي 4.18، لان على فكره السبيسيفيك هيت بتاعه الووتر حاجه معروفه اللي هي السي، يعني ما هو هنا في المساله دي انا السي حطيتها في 4.18، هي اصلا محفوظه ان اي وقت انا اقول لك ووتر تبقى 4.18. والدلتا تي تايم هو مديها لي على طول ان التشينج في الووتر ايه كان 21.5 وحسبناها طلعت بالجول. التركه هنا بقى ان لو كان قال لك احسبها لي بالكالوري مش بالجول، فكنت هتاخد الرقم بتاع الجول ده. فاكر احنا في الفيديو اللي فات لما اتكلمنا وقلنا لو انت معاك جول وعاوز تحوله لكالوري بتعمل ديفايد 4.18، فلو كان عاوزها بالكالوري كان الرقم اللي هيطلع ده نعمله ديفايد 4.18. خلاص، وده اللي هنعرفه في المساله اللي جايه ان شاء الله. في المسألة دي أنا هشرحها لكم في البارت اللي جاي بإذن الله، ونكمل في الجزئية اللي جاية علشان ما يكونش الفيديو طول عليكم. أنا عاوزكم تحفظوا لي القانون ده، تحفظوا لي الاندوثيرميك والاكسوثيرميك ضروري جدا دلوقتي أو النهاردة عشان هنكمل مع بعض بإذن الله في الفيديو اللي جاي بقية الشرح. وبتمنى لكم بإذن الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر أحمد الباشا، باي باي.